يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله هل يكون كافرا بذلك أم لا بد من الاستحلال؟ هذا فيه تفصيل ذكره أهل العلم، إن كان يستبيح ذلك يقول ما فيه بأس أو كافر كفر الأكبر، أو كان يرى أن حكم غير الله مساوي لحكم الله أنه مخير، إن شاء حكم به بالقرآن أو حكم بالقانون هذا كافر أيضا، هذا كافر بالله عز وجل. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الواجب الحكم بما أنزل الله وأنه لا يجوز الحكم بغيره، ولكن فعل هذا لطمع دنيوي أو لأجل وظيفة أو هوى في نفسه، فهذا يعتبر من الضلال، وهذا كفر أصغر، هو كفر على كل حال، لكن يكون أكبر ويكون أصغر بحسب أحوال الشخص. نعم.